الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرك بشكل خطير لتصفية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في الأيام القليلة الماضية بعملية استخبارية ليست بالسهلة أبدا وليست بالعادية. قوات الأمن الأوكرانية يوم أمس هي التي تحدثت عن التفاصيل بمقطع مصور بهذا الشكل لمحاولة الاغتيال الروسية، وطبعا CNN الأمريكية البي بي سي البريطانية نشروا هذه التفاصيل، واهتمت الصحافة الغربية كثيرا بالمعلومات الاستخبارية التي نشرتها طبعا القوات الأوكرانية أو قوات الأمن الأوكرانية، التي تحدثت بأن هذه المحاولة كانت قد تم في نهاية الشهر الماضي عند زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لميكولايف جنوب أوكرانيا بهذا الشكل الذي ترونه. وطبعا هذه التفاصيل والحديث عنها هو يأتي عن ميكولايف وتحديدا عن أخا كيف التي تأتي قريبة منها. هنا كما نلاحظ بأننا أمام خيرسون، وهذه هي ميكولايف، وهنا أخا كيف التي سنتحدث عنها. طبعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي ببساطة كان أساسا في صدد زيارة هذه المنطقة ألا وهي ميكولايف بسبب تعرضها لقصف الروسي، ويريد طبعا أن يطلع على المنطقة كقائد وكرئيس لأوكرانيا. وكانت هنالك أساسا إحدى الجاسوسات إن صح التعبير أو جاسوسة لروسيا موجودة في أخا كيف، هنا متواجدة في محل موجود في إحدى القواعد للأوكرانيين أو للقوات المسلحة الأوكرانية، ولم يكن أحد يعرف بأنها جاسوسة موجودة تنقل العديد من المعلومات للقوات الروسية. وبالتالي هو كان أيضا في صدد طبعا زيارة أخا كيف بسبب أخا كيف تعرضت إلى قصف، وهي كانت تنقل وكانت تخطط لعملية نقل إحداثيات تحركات الرئيس الأوكراني وإرسالها مباشرة إلى الاستخبارات العسكرية الروسية، لكي تقوم روسيا ببساطة عند تحركه في هذه المناطق في القيام بغارة جوية عنيفة وكبيرة لتوجيه ضربة أثناء تأكيدهم للموقع الذي يتواجد فيه وتصفيته مباشرة. هذه هي كانت الخطة، ولكن طبعا الأوكرانيين كانوا حاضرين على مستوى المخابرات والمعلومات الاستخبارية التي يمتلكونها، عرفوا تماما بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في خطر في هذه الزيارة التي يقوم بها. لم يؤجلوها، ولكنهم اتخذوا العديد من الإجراءات الأمنية لحمايته، قد تكون واحدة منها هي إبعاده تماما عن هذه الجاسوسة التي تنقل كل المعلومات إلى الاستخبارات الروسية. وبالتالي تحرك ووصل وأنهى زيارته بنجاح، وبعدها غادر هذه المنطقة واستمروا في متابعتها، ووجدوا بأنها أساسا تلتقط صورا لعدد من النقاط والمواقع العسكرية الأوكرانية وحتى أنظمة الحرب الإلكترونية الخاصة بالقوات الأوكرانية لكي تساعد القوات الروسية في ضرباتها إن كانت قادمة على أخا كيف وهذا الميناء المهم للغاية، وكذلك على مدينة ميكولايف، وتمكنوا في نهاية المطاف بالقبض عليها بالجرم المشهود، وهي تقوم بنقل معلومات للاستخبارات الروسية، وهي الآن تحت تهمة كبيرة جدا طبعا بالخيانة لأوكرانيا، وتواجه حقيقة أكثر من 12 عاما من السجن، قد يكون هذا هو الحكم القادم عليها بكل تأكيد. وكانت القوات الأمن الأوكرانية قد نشرت صورة هذه الجاسوسة بهذا الشكل، لم يكشفوا عن اسمها، لم يكشفوا عن شكلها، ولكن كشفوا عن كل ما فعلته كما ذكرنا لكم الآن، وكذلك نشروا عددا من رسائلها التي ترونها وتواصلها مع الاستخبارات الروسية، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات التي كانت تكتبها قبل أن ترسلها بالرسائل النصية بهذا الشكل الذي ترونه. وطبعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمحاولة اغتيال، لا أبدا، بل إن CNN وعدد من المصادر الغربية وهو بنفسه كان قد تحدث بأنه قد تعرض إلى أكثر من 12 محاولة اغتيال من قبل روسيا، وأخطرها وأولها هو كان في اليوم الثاني من بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا العام الماضي في فبراير، فكانت هنالك هجوما وكانت هنالك محاولة من قبل القوات الخاصة الروسية التي حاصرت المجمع الرئاسي الخاص به، وكانت هنالك وساطات لإخراجه من تلك المنطقة، ولكنه بقي في تلك المنطقة وطلب أن تكون هنالك ذخيرة أو سترة واقية للرصاص، وبالتالي من أجل الدفاع عن نفسه، ونجا طبعا من هذه المحاولة وغيرها من المحاولات، ولكن هذه المحاولة
المحاولة التي نتحدث عنها قد يكون فيها أهداف كبيرة بالنسبة لروسيا، وخاصة نحن في توقيتات وتخذنا توقيتات حرجة للغاية من الحرب الروسية الأوكرانية. فهي ببساطة لن تكون فقط مسألة اغتيال زيلينسكي هي فقط اغتيال لرئيس، لا أبدا، هي ستعتبر ضربة معنوية طبعا للقوات الأوكرانية إن ما تمكنت روسيا من تحقيق مثل هذه المحاولات التي تبحث عنها بين فترة وأخرى، وستعني انتصارا طبعا معنويا كبيرا لروسيا، وقد تعني بقاء روسيا في المناطق التي الآن هي تسيطر عليها، إفشال الهجوم المضاد، قد تحقق هجوما أكبر على أوكرانيا، وقد أيضا تزيد من الضغط الكبير الجماهيري الموجود في أوكرانيا، وتتصاعد الأصوات فجأة من أجل تغيير طبيعة الحكم الموجود في أوكرانيا طبعا، وتظهر لنا حكومة إن لم تكن موالية لروسيا من الممكن أن تكون حكومة تبحث عن الاتزان وألا تميل إلى حلف الناتو. أيضا هي قد تكون أيضا ضربة لحلف الناتو، لأن زيلينسكي كان له دور كبير للغاية، جعل هذا الرجل أن يكون هو شخصية العام لعام 2022. الرجل ربط حلف الناتو بأوكرانيا بشكل كبير، بضغط، بخلافات، بزيارات، بتحركات ناجحة، تمكن من الحصول على كل دعم، وبالتالي تصفية هذا الرجل من قبل روسيا قد يكون لها ثمن كبير بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وطبعا هذه طريقة قد تكون لإنهاء الحرب، وروسيا تلعب أدوارا كبيرة لمحاولة إنهاء الحرب، ليس فقط على المستوى العسكري والاعتماد على الدفاع، لا أبدا، بل هم يحاولون أيضا من شد الأمور في بيلاروسيا هنا. ففي بيلاروسيا هنالك تحركات كبيرة مستمرة من أجل الضغط على بولندا التي تعتبر العصب الحيوي لنقل أسلحة حلف الناتو طبعا إلى أوكرانيا لكي يدافعوا عن أنفسهم ضد العملية العسكرية الروسية. بدأوا يضغطون كذلك على ليتوانيا وكذلك على لاتفيا في نفس الوقت. فكان هنالك إعلانا يوم أمس قادما من قبل وزارة الدفاع البيلاروسية، التي أعلنت ببساطة بحسب التفاصيل التي نقلتها The Guardian البريطانية عن مناورات بيلاروسية على الحدود مع دول حلف الناتو. وهذه المناورات البيلاروسية هي مناورات تأتي بشكل مثير للغاية على الحدود وبالقرب من الحدود من بولندا ومن ليتوانيا، الدول التي تعتبر طبعا دولا لحلف الناتو كما نعلم. بدأوا فجأة بمناورات عسكرية كبيرة، وهي تأتي هذه المناورات بالقرب من هذا الممر الذي ترونه، وهو ممر إزفالكي. وطبعا هذه المناورات العسكرية هي تأتي بعد اختراق مروحيتين من مروحيات بيلاروسيا للأجواء البولندية، وانسحابها بعد ذلك إلى الأراضي البيلاروسية. وأيضا رأينا كيف أن قوات فاغنر قد انتشرت بالقرب من ممر إزفالكي، وطبعا اشتكت تماما بولندا من هذه المسألة، وكان هنالك قلقا على ليتوانيا بأنهم قد يقومون بعملية ضخ المزيد من المهاجرين الغير شرعيين إلى داخل بولندا، بل إن من الممكن أن يتسربوا بالنسبة لجنود فاغنر إلى داخل بولندا كمهاجرين غير شرعيين ويشعلون طبعا الموقف في الداخل البولندي. نفس الأمر يأتي على ليتوانيا أيضا، وطبعا هذا الأمر شد كثيرا بولند وبولند منذ يوم أمس، وهي تعلن عددا من الإعلانات. كانت هنالك تصريحات مثيرة قادمة من وزارة الداخلية، من وزارة الدفاع البولندية، قالوا ببساطة بأنهم سيرسلون 1000 عنصر من عناصر القوات الأمنية البولندية من أجل ضبط الحدود مع بيلاروسيا، بل أنهم أيضا بدأوا يتحدثون بأنهم قد يكونون مضطرين لعزل الحدود مع بيلاروسيا بالكامل، لا تكون هنالك حدود بينها وبين بيلاروسيا. بالتالي هذه أيضا تطورات مثيرة للغاية، وشد كبير يأتي تجاه أحدى أهم الدول الداعمة لأوكرانيا، وهذا قد يعني ببساطة بأن الأمور ستتصاعد بشكل خطير، وخاصة وأن بيلاروسيا الآن أيضا بدأت فجأة تفاجئ لاتفيا التي ترونها هنا. فكانت هنالك أنباء قادمة من السلطات في لاتفيا التي كانت قد تحدثت بشكل واضح كما ترون الآن بأنها كانت قد وضحت واتهمت قوات أو الحرس الخاص
البيلاروسي أو الحرس الحدود البيلاروسي في حقيقة الأمر من عملية إحداث خرق في الجدار العازل الحدودي بين بيلاروسيا وبين لاتفيا، ونشروا صورا لطبيعة كيف إنهم أحدثوا هذا الخرق بالنسبة لحرس الحدود البيلاروسي، وقالوا بأن الحرس هو الذي تسبب بهذا الأمر لكي يجعلوا المهاجرين الغير شرعيين أن يدخلوا إلى الدول الأوروبية وإلى لاتفيا بهذه الطريقة التي ترونها، والتقطوا صورا لطبيعة هذا الخرق الذي هو خرق بسيط للغاية كما نلاحظ، وفتحة بسيطة كما نلاحظ، ولكنها كافية لهؤلاء المهاجرين الغير شرعيين أن يدخلوا إلى لاتفيا. فيها فكرة كبيرة للغاية بالنسبة طبعا لبيلاروسيا بكل تأكيد، ألا وهي إغراق أوروبا بكل هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين وفرض ضغط كبير عليهم بكل تأكيد. وفي نفس الوقت أيضا أن الخطر قادم على ليتوانيا من قبل قوات فاغنر. هنالك بعض اللقطات أو بعض الصور في حقيقة الأمر التي نشرت على قناة التليجرام التابعة أو الموالية لقوات فاغنر، ونشروا بأن هنالك صورا كما تلاحظون في 3 من أغسطس وفي 6 من أغسطس قبل أيام قليلة، نشروا بأن العلم الخاص بقوات فاغنر قد رفع بهذا الشكل في إحدى القواعد العسكرية البيلاروسية، أي أن قوات فاغنر قد وصلت إلى هذه القاعدة وتتدرب بها. وطبعا الصور كما نلاحظ هذا هو علم فاغنر الخاص، وإحدى الصور قد وضحت بعض التفاصيل التي ممكن أن نستفيد منها. فكما نلاحظ هنا نحن أمام مجموعة الأعلام، وأيضا في نفس الوقت نحن أمام علامة أو شارة واقفة بهذا الشكل مميزة ممكن أن نقترب منها الآن. سنلاحظ الصورة هي مميزة للغاية موجودة هنا، ظهرت كعلامة. أيضا عدد من الصور الأخرى التي كانت حقيقة قد جاءت من 3 من أغسطس من قناة التليجرام التي رأيناها قبل قليل، هي كشفت أيضا عن نوع أشبه بالكرف أو النقطة التي توضع عليها الأسلحة بجانب هذه الأعلام التي تحدثنا عنها، وكشفت مبنى أكبر يأتي خلف هذه المنطقة. المثير أن هذه اللقطات أو هذه المشاهد أو هذه الزوايا تتطابق تماما مع مقطع فيديو قد نشر بيلاروسي تابع لحرس الحدود البيلاروسي، نشروه قبل 5 أشهر قبل كل ما جرى مع قوات فاغنر وانتقالهم إلى بيلاروسيا وغيرها، نشروه بهذه البساطة لطبيعة التدريبات التي يقوم بها حرس الحدود البيلاروسي كما تلاحظون. وطبعا كما نلاحظ قبل 5 أشهر هنا الشرح واضح لطبيعة المنطقة التي سنتحدث عنها الآن عندما تترجمها، ستجد اسم القرية هنا فولفوس تشاينا كما تلاحظون، هذه هي اسم البلدة التي يأتي فيها أو تأتي فيها نقطة التدريب التي تحدثنا عنها. وكما نلاحظ عدد من اللقطات مثلا في كما نلاحظون في الدقيقة الثانية، كما تلاحظ في الدقيقة الثانية تماما ستلاحظ نفس العلامة التي كنا أمامها، نفس الأعلام التي رأيناها من الصورة التي نشرت مؤخرا عن مكان تواجد فاغنر، وستجد أيضا هذه المنطقة ألا وهي نقطة وضع السلاح أو نقطة معينة للمراقبة أو غيرها، وبالتالي هي علامة مميزة بالنسبة لنا. وأيضا زاوية أخرى أظهرت نفس العلامة التي رأيناها مع الأعلام طبعا ومع هذه النقطة التي رأيناها قبل قليل، وأيضا مع هذا المبنى الكبير الذي ظهر خلفها، وبالتالي فجأة يتطابق كل شيء. ومع طبيعة علامات هذا الموقع الذي تحدثنا عنه والوصف من قناة اليوتيوب بما أن الصور تطابقت معها، بالتالي هذه المنطقة فولفوس تشاينا التي تحدثنا عنها هي تأتي إلى شمال غرب مينسك، هذه هي مينسك العاصمة البيلاروسية. وعندما نتجه ببحث بسيط عن هذه البلدة، هذه هي البلدة كما تلاحظ، وبين هذه البلدة وقرية صغيرة مشابهة بالاسم أيضا ستلاحظ بأن هنالك نقطة عسكرية واضحة للغاية كانت تأتي فيها التدريبات، وهي بالفعل هي نفس النقطة التي كانت تتدرب فيها القوات البيلاروسية والوحيدة التي تأتي قرب هذه البلدة، رغم أن العديد من علاماتها غير واضحة إلا أنها هي الوحيدة وهي المؤكدة والتابعة لهذه البلدة طبعا التي ذكرت والتي تطابقت تماما مع قنوات التليجرام التي تحدثنا عنها. وهذا يعني ببساطة بأن قوات فاغنر الآن أيضا هي تتواجد في عدد وفي الكثير من النقاط، وبأنهم الآن كما تحدثنا متواجدين في هذه القرية تقريبا هنا بهذا الاتجاه باتجاه ليتوانيا باتجاه لاتفيا، موجودين قرب ممر سفالكي
القوات البيلاروسية كذلك موجودة، الكل موجود هنا، وبالتالي ضغط كبير للغاية من أجل أيضا جعل الأمور شخصية ومباشرة مع حلف الناتو أكثر من طريقة في محاولة لإنهاء الحرب مع الناتو لتحقيق النصر الذي تبحث عنه روسيا. اختيار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي واحدة منها، وهذه المناورات قد تكون هي ثاني هذه الأمور التي تبحث عنها روسيا عن طريق بيلاروسيا.